the lightweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist undefeated in MMA, holding a professional record of 3 wins and 0 losses. Representing Flex Team from Egypt, Ahmed El Gordi Abdel Salam. Out of the red corner, a mixed martial artist holding a professional record of 6 wins and 1 loss. Representing Saracen's team, the number 6 ranked Egyptian lightweight and the former NUSC lightweight champion, Muhammad MVP Ali! Hey!
خلي بار خلص ما في بار حي لوكي ها ولا شو هني فوق هي 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 خش بالكروس 30 ثانية على سلام هو جاي ها ها ايوه اسمع كلام جاب كروس جميل جاب كروس يلا يلا كروس يلا كروس عاش علي يلا 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 اسمع كلام لوكي وراه يلا حركوا الكروس الاول اطلع بره رجل بره رجل بره رجل على شمالك مش على شمالك مش على شمالك اسمع الكلام اسمع الكلام ايدي فوق لوكي لوكي كويس عايز اقابل على سلام الكروس عايز اقابل الكروس يلا حسب علي يلا ايدي فوق ايدي فوق ايدك على اليمين حط بالك على اليمين عايز بكيك بقى ها ها حضر الكروس ها
لا عايز انت بتروس اطلع على شمالك وابدا بتروس حلو ولا حاجه امشي على شمالك على شمالك امشي على شمالك ولا حاجه لا عايز ابدا بالكوع على شمالك بس خلاص عايز تروس ولا حاجه Hey! Oh,
خدي احسنت يا خالتي كمل بوكس فوق كمل خدي عايز يا خدي يلا عشان اسمع الكلام ونلعب شوف يا علي خاف عليك شوف يا علي Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecard. The winner by unanimous decision, Mohammed M.